كمان مع بقيه اللاعبين اكيد كله راح يكون لهم معنا دور اليوم، بس قبل ما نرجع كمان حج لتاريخ النادي راح نرجع له شوي لنحكي عن المستقبل، لانه عملت جوله وداعيه بختام الدوري على المدرجات على الجمهور، صرحت من بعدها انه هيدا اخر موسم لك مع النادي. اخر موسم لك، اخر موسم كمدرب، اكيد بنعرفك كلنا انه انت امين سر. اخر موسم بيقعد على البنك. رح تدرب من برا؟ ما بدرب من برا، بدي تصير فيها بعد التشاور مع الرئيس والإدارة يصير في فورميل وتنظيم جديد فوتبول بالنادي. نحن طلبنا منه كابتن ليرتاح انه ما يعصب هالقد، فقرر هو انه القرار تبعه انه بيقعد من برا بيدير القصه من برا. جرب اليوم اذا لاحظته كان قاعد برا ما عملوا اعصابه ما عملته بعد نص الماتش صار تحت، فما بعتقد انا السنه الجايه حتغير عن السنه هيدي ابدا غير الماتش هذا. يعني اول مباراه بنشوفك تحت على الملعب، يعني هذا بيعني انه عم بتفتشوا عن مدير فني على ارض الملعب؟ ان شاء الله. لا نحن هذا الجواب واضح. نحن لا وان شاء الله. لا لا الواضح مني انا، هو بتاخذ منه حكي على طول. نحن شو الافضل للنادي حنعمل؟ اذا المفروض يضلوا عدنان الشرقي مدرب للنادي ومدير فني للنادي وامين سر النادي حيضلوا. اذا لقينا افضل بنريحه من اللي نقدر نسلم عنه افضليته. يعني اذا لقينا افضل منه بامانه السر حنسلم غيره. حنسلم غيره، بس اذا لقينا حدا غيره يعني السر ما بس الا تبشير. كنا مختلفين عن ملعب صرنا بخلاف اداري. شايف؟ فبعتقد الجو طبعا منه جو ترك، بالعكس نحن الحمد لله بالنادي، يعني هذا شيء نحن فخورين فيه انه العائله الانصرويه تتقاتل لتقدر تخدم اكثر، مين بيقدر يخدم اكثر؟ فيوم اللي بنلاقي حدا بيخدم اكثر من سليم دياب بيقعد محل سليم دياب، وقت اللي بنلاقي حدا بيخدم اكثر من عدنان الشرقي بيقعد محل عدنان الشرقي، وقت اللي بنلاقي اي حدا بيقعد محل اي لعيب بيقعد اي ما عندنا حدا الكرسي مسميت باسمه او المركز مسمى باسمه، المهم الافضل للنادي والحمد لله بهالمسيره هيدي اللي ماشيين فيها بنضلنا نحصد نتائج جيده. بكل الاحوال نحن يمكن عم نتناقش، بس في مين بطل الموضوع وحضر له ثيابه للحاج عدنان الشرقي للسنه القادمه كمدرب ممثل السبونسر تاعكم توفيق؟ توفيق شاهين يلي اجى حب يشاركنا والثياب الكامله للحاج عدنان كمدرب جاهزين. بتصور هيدا نوع من الشغل بالتجاني الحاج، هيدا نوع من الاجماع حاج عدنان. فيها ثياب تدريب جوا؟ طبعا. شو هذا؟ عدة شغل لست جاي، ما حدا مصدقك. شكرا توفيق. شكرا، شكرا، يعطيك العافية، شكرا. إذا حاج الثياب صاروا جاهزين، ما بقى في حجة. هيدول طقم وجرافيك. طيب، على كل الأحوال مثل ما كنت قلت لكم إنه عم نحكي شوي عن طقم وجرافيك.